بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العلي العظيم موضوع هذه الحلقه يدور حول الحسد وهو من رذائل الأخلاق، وتعريف الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، إنسان يتمنى أن تزول نعمة الغير، يرى الغير في نعمة ما يحب أن تكون هالنعمة عند الغير، فيتمنى زوالها، هذا المصطلح هذا يعرف بالحسد، بخلاف الغبطة الغبطه عاده المؤمن يغبط ولا يحسد يغبط يعني اذا نظر الى نعمه عند الغير يقول اللهم زدها عليه واعطنا مثله وارزقنا مثله لا يتمنى زوال نعمه الغير الغبطه ما فيها شيء المؤمن يغبط ولا يحسد نعوذ بالله الحسد من رذائل الاخلاق والحسد ناجم وناشئ في الحقيقه عن عدم الرضا بقسم الرب تبارك وتعالى الله عز وجل حكيم والحكيم يضع الشيء في موضعه حينما يعطي فلان ولا يعطي فلان لحكمه وان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لا فسد عليه دينه وأمره وإن من عباد من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيت لفسد عليه أمره وإن من عباد من لا يصلحه إلا المرض ولو عافيت لفسد عليه دينه إذا الله عز وجل هو الحكيم وهو الرب وهو المدبر ينبغي للإنسان أن يرضى بقسم الله عز وجل وان يكون قانعه وفي كل الاحوال متواضعه لله سبحانه وتعالى. أه نعوذ بالله للحسد اضرار هذه الاضرار في الحقيقه ترجع الى نفس هذا الانسان الذي نعوذ بالله أه حسد الاخرين على ما اتاهم الله من فضله. القران يقول: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يقول الإمام الباقر نحن المحسودون على ما آتانا الله من فضله لأن الله عز وجل أعطى آل محمد ما لم يعطي أحدا من العالمين آتاكم الله في الزيارة الجامعة الكبيرة آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين طأطأ كل شريف لشرفكم أعطاهم من العلم من الحلم من الكمالات من الخيرات في الحقيقة ما لم يعطي أحد الناس بعض النفوس المريضة بعض النفوس الخبيثة لا تتحمل فلذلك نلاحظ أنه أضمر العداء والعداوة لآل البيت وللنبي لما آتاهم الله من فضله وهذا واضح التاريخ امامنا ما فعلوا بآل البيت نتيجه الحسد في الحقيقه قتلوهم وهم في ريعان الشباب وهم في ريعان الشباب اذا من جمله اضرار الحسد انه اولا ياكل الايمان كما تاكل النار الحطب وكما يفسد الخل العسل الحسد يفسد الإيمان والعياذ بالله الشيء الثاني أن هذا الحاسد يضر نفسه قبل أن يضر بالمحسود قاتل الله الحسد الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله نعوذ بالله وهذا مما يدعونا إلى أن نأخذ الدروس والعبر وكداعي الإنسان لماذا يتمنى أن تزول نعمة الغير إذا عندي إيمان عندي ثقة بالله أطلب من الله عز وجل الله الغني الله الجواد الله الكريم الذي في الحقيقة لا تزيده لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما أبواب مفتوحة وخزائن ما تفنى وعطاؤه العطاء المهنى لم لا اطلب من رب العالمين، لماذا اتمنى زوال نعمه الغير؟ اسال من الله عز وجل يعطيني كما اعطاهم. فمن هنا في الحقيقه هذه من جمله الامور التي تجعل الانسان ان يرتدع عن هذه الخصله السيئه. وفي الحقيقه هو هذا مرض من مرض القلوب بعض القلوب مريضه وهذه من امراضها فيسال الله الانسان ان لا يبتلى بهذه الخصله الذميمه. عموما القران الكريم مليء بالقصص نلاحظ اخوه يوسف حسدوا اخاهم يوسف ماذا صنعوا به؟ لكن ماذا فعل الله به؟ رموه في غيابه الجب لكن بعد ذلك صار ملك وجاءوا واعترفوا بذنبهم وقالوا لابيهم يعقوب يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين هكذا بالنسبه الى حسد قابيل هابيل قابيل أخ لهابيل قرب قربانا كل واحد منهم الله تقبل من هابيل لأنه كان عند تقوى وكان عند علم بالله كيف نعرف أنه عند علم بالله لأنه القرآن يتحدث عنه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله من قال اني اخاف الله هي دلاله على العلم بالله واحنا تحدثنا في حلقه قلنا كلما ازداد العبد معرفه بالله ازداد خشيه من الله سبحانه وتعالى. أنت <متصفيق> الذي شرفت كل مشرف إذا أيها الأحبة قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله فينبغي للإنسان أن لا يحسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضله وهذه صورة قابيل وهابيل أمامنا قتل أخاه هابيل ولكن أورثه الحسرة والندم صار من النادمين وعاقبته إلى جهنم وبئس المصير وهذا في الحقيقه يدعونا الى ان نهذب انفسنا من هذه الخصله نعوذ بالله الخبيثه وهذا المرض وكذلك ينبغي ان نوجه الاخرين ان يتعودوا لان العين حق والعياذ بالله في بعض النصوص لو ذهبتم الى اهل القبور والمقابر وسالتموهم ما سبب موتكم؟ لاجابوا لا اكثرهم من العين، نعوذ بالله، العين حق والعياذ بالله، لذلك الايه الشريفه صريحه ومن شر حاسد اذا حسد، ينبغي للانسان دائما ان يتعوذ بالله، يقرا المعوذتين او القلاقل الاربعه، هذا الحديث اللي في التعقيبات المشتركه اعيذ نفسي وديني واهلي ومالي وما رزقني ربي وخواتيم عملي بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وبرب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، وبرب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، العين حق، ولذلك في بعض النصوص التاريخيه محمد بن الحنفيه يقولون كان عنده قوه. وكان من قوته ان اذا لبس الدرع وصار الدرع كبير عليه بيده كان يخسر ذلك الدرع فنظرت اليه امراه يهوديه فاصابته بعين وصار يخرج منها القيح ولعل هذا السبب من الاسباب اللي ما قدر يخرج محمد بن الحنفيه مع اخيه الامام الحسين الامام الحسين قال لا عليك يا اخ ان تكون عين لي على المدينه والامام الحسين ترك الوصيه التاريخيه عند اخيه محمد بن الحنفيه، هذه الوصيه التي منها اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي الى اخر الوصيه. نعم لذلك كان محمد بن الحنفية حقيقة يترقب الأخبار بعد ما ذهب الإمام الحسين إلى أن نعم، رجع ركب الإمام زين العابدين. من الكربلاء إلى المدينة وضرب له بيتا من الشعر خارج المدينة هنا في الحقيقة خافوا على محمد بن الحنفية أن يخبروه بأن الحسين قد قتل ففي الحقيقة سمع ضجة قال ما هذه الضجة لم يخبروه آآ لكن آآ قالوا لقد رجعوا الذين خرجوا من المدينة ومنهم الحسين الان رجعوا رجعوا هذا الركب رجع فخرج خرج يقولون نعم كل ما هم ان يركب لم يقوى حس قلبه بالشر قال أما إن فيها مصائب آل يعقوب آجركم الله ولما التقى مع ابن أخيه زين العابدين قال أين أبوك الحسين فبكى علي بن الحسين قال يا عم جئتك يتيما ما من معي غير الحريم قل يا محمد يا عم جيتك يتيم وما من معي غير الحريم نظر محمد بن الحنفية نظر امرأة لم يعرفها تدرون العلويات قد تقشرت وجوههن من حرارة الشمس فما عرف أخت زينب قال يا ابن الأخ نحي هذه الأجنبية عنا فبكى زين العابدين وقال يا عم هذه ليست اجنبيه هذه زينب الهاشميه قال عجيب زينب الهاشميه هذه فلما سمعته قالت لا تقل زينب الهاشميه ولكن قل زينب المسبيه ولخوايك كتن العظم يا محمد ولخواي جمر يسعر بدلالي ولخواي نجيتك لا ولد عندي ولخواي عفتهم جثث برض الغاضري، والله عفتهم جثث برض الغايا ثم أخذت تقص على أخيها محمد ما جرى عليهم من الهضم ومن الأسر آه يا محمد يخو يحكي لك حزن من طوح الحادب ضعنه وظلت عرايا جسومهن واحنا حرم واطفال كنا سبيل الخوارج مو آه طبينا والديوان عاجد ويزيد على تخت الملك جاعد واحنا حرام كلنا فواجد مشاتيف من واحد لواحد ويزيد نكت ثغر عزنا ونشاهد واعظم ما يشجي الغيور دخولها <applause> إلى مجلس ما بارح اللهو والخمره. نسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك بمحمد وآله الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من خيار شيعته وأنصاره لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا وفقنا لما تحب وترضى أنصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحرنا